يقفلونا احنا واقفين قدام هو ايه اللي بيحصل اصلا هو حبسه بيطلب علشان الشو تتملك شو محارب عز المبارك تتملك فبيقولوا سعادتك حرام انت كل شويه توعدنا توعدنا كل شويه ايام حسن مبارك يا عم القصه ايه توعدنا كل الشركات بتطلع الشركات احنا بنطلب مدة 10 سنين تمليك اي منطقه اي منطقه بنت 10 سنين بتتملك ده غير بقى اللي يقول لك قاعد تبع المحافظ احنا نطلب بعد رئيس الجمهوريه اللي هو تتكلم مش هو رئيس جمهوريتنا رئيس الدوله تتكلم بالنيابه عننا الناس دي المفروض حقها يتملك في الدستور الجديد بيقول لك من حق المواطن حشقته من حكومه الدوله من رجل الدوله بعتوا طب بعتوا بدل التجمهر ده بعتوا حد منكم يتكلم ما خافوه هو اللي جوه ده يعني انت بعت قعدنا ناس لنائب المحافظ لنائب المحافظ المحافظ هو اللي جوه مش طالبين تصوير ونفتح نفسنا واخد بالك وراح مطلعينه هنا مش طالبين تصوير ونفتح نفسنا على لا لا من الساعه 8 الصبح من الساعه 9 الصبح لان قعدنا ناتج شويه عشان حقنا مش عارف ايه اقول لك ايه عايزين واحد منكم يتكلم ماشي رشحنا واحد مش السيد اللي جوه ده طلعنا فوق وقلنا ان هو معمول محضر مش عارف ايه وراحوا بعتوا باسم عابدين وراحوا انت يعني انتوا بعتوا واحد يتفاوض عشان المطالب بتاعتكم اتمسك؟ اه ايوه طب اتمسك بايه طيب ما عرفتش ما اعرفش بقى لسه هو اتاخد وخلاص هو دلوقتي سمعنا ان هو راح النيابه بقى النيابه تعالى 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 انت ايه بقى؟ طب انت ايه؟